السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. والسلام عليكم كاع الحباب كاملين والصحاب وكلشي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير كلكم وبصحه جيده ان شاء الله. المهم جيتكم فيديو جديد، واخا كاينين اللي شافوا بعد هذا الفيديو حيت ديجا حطيته في القناه ديالي، ولكن خرجلي فيه واحد المشكل ديال كوبي رايت، وصراحه ما عرفتش منين، واصلا ما عطيتوش وقت ديالو كامل، يعني ما قاديتوش مزيان. صافي قلت ما فيها والو، غنحيدو، واخا زعما صراحه فيها شويه الخدمه، ولكن غنحيدو وغنعاودو نقادو مزيان على حقو وطريقو، ونعاود نحطو ليكم. ايوا هادشي اللي كاين. المهم شاركت معكم الروتين ديالي كما اي روتين عادي سامبل ديال اي بنت كتقرا. المهم هذا هو الروتين ديالي، سامبل عادي جدا. كنفيق الصباح، راكم عارفين دغيا، حيت وخصوصا اللي كيفيق معطل بحالي ني ترى. المهم راني فقت معطله شويه دغيا، المهم لبست حوايجي، قديت حالتي، فطرت، صافي ديت معايا داكشي، حيت خصوصا دابا حيت كنخرج كنمشي نهار كامل، راه كندي معايا ديما الماكله ديالي وشحال من حاجه، شي مره كنديها شي مره كنشريها برا. المهم اكثريه كنديها حيت ما كنبغيش نشريها داكشي ديال الزنقه، ديما بزاف غيخرج عليا. ومهم كنصح اي واحد كيشري بزاف ديال الساندويتش برا وداكشي ديال الماكله برا، غير يبعد منهم، راه ما فيهم النفع، ما فيها بس بنادم يحط يقاد شي حاجه هكا، شي شليضه، شي حاجه خفيفه دغيا، ويديرها مع شي بواطه ويديها معاه، لا الخدمه لا القرايه، كلشي مهم احسن. مهم بلا ما نطول عليكم، هادشي اللي كاين. صافي كنمشي هكا حيت مثلا انا قريه صراحه بعيده عليا، ربي صراحه كنبقى كنمشي مثلا بحال هكا، كتكون عندي واحدة ونص، كنمشي من 11:30، ديما كندي معايا واحد ساعتين ديال الوقت، حيت بعيد عليا البلاصه بزاف، كنشد جوج طوبيسات هادشي. ومهم بحال كنخرج في 11:30، كنمشي كنتعرض للطوبيس، كنمشي عاوتاني حتى كنوصل لواحد البلاصه، كنشد عاوتاني طوبيس اخر لديك البلاصه فاش كنقرا. داكشي علاش ديما كندي معايا واحد الوقت مهم كافي باش ما نجيش معطله، نجي ديريكت في الوقت. في الاول صراحه حيت ما كنتش مهم، ما بغيتش ندخل لكم في واحد الموضوع، حيت راه قلت ان شاء الله حتى ندير لكم واحد اللايف ولا فيديو على هذا الشيء كامل، في كنقرا اش كندير هكا وفين ساكنه دابا وداك الشيء. المهم خاص اللي متبعني في انستغرام راه غيعرف كل شيء عليا، حيت راه كنلحق اي حاجه تما. وسمحوا لي قلت لكم غندير لكم اللايف ان شاء الله زعما نهار السبت اللي فات، ولكن سمحوا لي ما كتبش حيت جات جوله عندي عائلتي، داكشي علاش صافي تلهيت، داكشي علاش ما درتش لكم اللايف. ايوا هادشي اللي كاين، ان شاء الله نعوضوا لكم اللايف ونهضروا عاوتاني، راه مش عادي نهضر للمجموعين. ايوا هادشي اللي كاين، شكرا لكم بزاف. المهم اش بغيت نقول لكم، المهم كنركب عاوتاني الطوبيس الثاني حتى كنوصل للبلاصه فين كنقرا. صافي كندخل مع الوحده ونص، يعني ما كنخرج حتى 6:30، حيت كنخرج في 6:30 عاوتاني كنتسنى الطوبيس، واحد البلاصه عاوتاني كنخرج البلاصه فاش راني ساكنة، يعني كياخد مني الوقت بزاف، يعني مثلا كنمشي نهار كامل، القرية في العشية كيمشي نهار كامل، يعني كنخرج من 11:30 كندخل حتى 8:30 ولا شي حاجة. ايوا هادشي اللي كاين صراحة، عرفتي راه كندخل الدار مهلوكة بزاف مهلوكة، ولكن واخا هكاك ضروري أي حاجة زوينة كتلقى فيها شي مشكل، ضروري مكايناش شي حاجة اللي كتلقاها مكمولة، ميمكنش. خصوصا أي حاجة خصوصا اللي كترتاح فيها وزوينة وبغيتي ديك الطريق، ضروري ما تلقى صعوبات في اي حاجه كتلقى صعوبات، يعني الواحد يعني يصبر ويتقاتل على داكشي اللي بغا يوصل ليه، ما يسمعش لهضره الناس، ما تضرو حتى حاجه مثلا هكا، ماشي واخا اي حاجه، واخا كاينين شي حوايج صعاب علينا، ولكن خصنا نصبروا، خصوصا اللي بغا يوصل شي حاجه زوينه خصو يصبر ضروري. ايوا هادشي اللي كاين. المهم هذه هي اللبسه ديالي، المهم عادي. راه كاين عاوتاني اللبس ديال القرايه واللبس ديال الخروج هكا، المهم ديال راكم مع، المهم كاين اللبس ديال القرايه وكاين اللبس ديال الخروج، مثلا حيت كنا خارجين مع العائله. المهم انا كنفرق صراحه بحال هادشي، خصوصا القرايه دابا حيت كنمشي قلت لكم النهار كامل، كنلبس شي حاجه مريحه، شي حاجه اللي كنرتاح فيها. ايوا هادشي اللي كاين البنات وكلشي مهم.
وشكرا لكم بزاف. واول حاجه نقولها لكم ما تنساوش تدعموني بشي كومونتير زوين. وصراحه اعتراك كيعجبوني حيت نشوف شي كومونتيرات هكا كيحفزوني والله الا كنفرح بزاف وحق الله العظيم. وشكرا لاي واحد اللي كيحط شي كومونتير زوين كنشكركم من هنا حتى لعندكم. شكرا بزاف للي خطيكم بزاف بزاف بزاف. واللي ما داش جيم يديروا الى عجبوا الفيديو. المهم هذا فيديو عادي سامبل كنوريكم الروتين ديالي ايوا هادشي اللي كاين. المهم دابا راني خارجه باش نمشي نشد الطوبيس. صراحه كنمشي واحد طواله شويه باش نشد الطوبيس حيت كنشدو من واحد البلاصه فاش كيدير الديبار حيت فيت ليا دابا في الاول كما قلت لكم واجهت صعوبات بزاف. واحد النهار في يلا بغيت نشد بقى نشد الطوبيس هكا باش نتما نولف وداك الشيء. خرجت لحد الطريق زعما قريب ليا وحيت جاو الطوبيسات عامرين ما كيوقفوليش كنقول ليا ما يمكنش يمكنش اي طوبيس داز ما كيوقفليش يعني شي مشكل خصني نشوف كيفاش. المهم مشيت سولت واحد البنات تما قلت لهم عرفكم راه الطوبيس كيدوز ثلاثه طوبيسات دازو حتى واحد موقف ليا. قالوا لي البنات اودي راه حيت كيجيو عامرين راه ما كيوقفوش يعني خصك تبقى طلع حتى ديك البلاصه فاش كيدير الديبار باش نيت تضمنيه باش تركبي. صافي داكشي اللي كندير يعني كنخرج بكري كنمشي ديك البلاصه فاش كيدير الديبار وكنركب. شحال من حاجه عتي واجهت صعوبات بزاف في الاول بزاف بزاف بزاف. يلا بديت كنولف شويه بشويه ايوا هادشي اللي كاين. وشكرا لكم بزاف. واللي جديد معنا في القناه يتابوني عندنا في القناه وباش تكبر العائله ديالنا ايوا باش يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. ومهم وحطيت لكم انستغرام ديالي في الاول ديال الفيديو. اللي ما عندوش انستغرام ديالي يدخل عندي حيت راه ديما كنحط الجديد. ايوا هادشي اللي كاين. ما نطولش عليكم.